يعني ربنا يكرم ونفضل دايما دايما في الاول، وربنا يكرمنا ان شاء الله. يعني بس جم دلوقتي كابتن ناصر الحكاية وكابتن كريم نيدفيد دلوقتي، ولازم لازم وانت داخل كده يدوك. انت عايز تقولي بس نيدفيد بس عشان ده النجمه بتاعتنا. نيدفيد اللي عايز يتكلم والله. كابتن عايز تقولي الاول كابتن محمد هاني كلمه حلوه بقى يعني. مثلا هيتقال له ايه مثلا؟ ده عمور كيوت. لا بس متالق واداء رائع، وبصراحه يعني، لا بصراحه يعني اتكلم بجد بصراحه، محمد هاني يعني اثبت للجميع في اي مكان متواجد اصرار وجديه، وبعدين يعني ده مختلف عن اي حد بيلبسه يا كابتن ند. طبعا هاني من اللعيبه الكبيره ومن اللعيبه المجتهده ويعني على طول بيلعب او ما بيلعبش باجتهاد في التمرين، بيتمرن كويس، واللي هو فيه ده اكيد نتيجه تعب واجتهاد كبير، فربنا ما بيضيعش تعبه وبيجيله يعني ربنا بيديله تعبه في الوقت اللي هو محتاجه. طبعا ربنا يكرمه ان شاء الله الفتره الجايه ويفضل مكمل زي ما هو كده، وربنا يكرمه ان شاء الله يبقى متواجد في على المنتخب بطوله افريقيا ان شاء الله. ربنا يكرم هاني ان شاء الله حبيبي، اكيد من قلبي طبعا. كابتن ناصر برضو تقول للكابتن محمد هاني على الاداء المميز بس من قلبك بقى. من قلبي. لا طبعا هاني مش جديد عليه، هاني طول عمره لعيب كبير ولعيب كويس، حتى لو كان في فترات ان هو ما كانش بيشارك فيها من بدايه الموسم، لكن هو لعيب كبير واحنا عارفين كده، ولما خد الفرصه طبعا هو ماسك فيها، هو يستحق اللي هو فيه، هو يستحق يكون موجود في المنتخب، فربنا يكرمه ان شاء الله يبقى موجود على طول معانا. كلام كبير ويمكن اللعيبه ونجوم.